مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندة منعرفكم من خلالها على أبرز النشاطات يلي عم بتصير بلبنان. Self Child Care Certification هي شهادة الاعتماد بدور الحضانات يلي أطلقتها شركة بويكر من خلال حفل خاص بأوتيل فينيسيا ببيروت، ويلي من المتوقع أنه تشكل انعطافهم بمجال تنظيم معايير السلامة والأمان بهالمؤسسات على الصعيد العام. تفاصيل أكثر عن هالمشروع بهالتقرير. على مدى 18 شهر ساعد كل من شركة بويكر، الشركة الأولى بتوفير حلول الصحة العامة بالمنطقة، وتشيف المؤسسة العامة للصحة البيئية بريطانيا إلى ابتكار برنامج نموذجي لشهادات الاعتماد بدور الحضانات. وبهالسياق قامت شركة بويكر وبرعاية معالي وزير الصحة أستاذ وائل أبو فعور وبالتعاون مع نقابة أصحاب دور الحضانات بلبنان بإطلاق Safe Child Care Certification يلي من المتوقع أنه تشكل انعطافهم بمجال تنظيم معايير السلامة والأمان بهالمؤسسات على الصعيد الوطني. نحن اليوم فخورين جدا انه عم نطلق برنامج الحمايه الكامله للحضانات بلبنان، اللي هو برنامج عالمي اشتغلته شركه بويكر بالتنسيق مع السي اي اتش اللي هي الهيئه البريطانيه الملكيه لسلامه البيئه. اليوم هذا البرنامج عم نطلقه كأول برنامج يطلق بمجال بالشرق الأوسط عبر لبنان، ونحن فخورين جدا بهالشي يلي بيشمل حماية كاملة للحضانات، خصوصي بهالفترة يلي موضوع الحضانات عم بيكون حديث الساعة. بموضوع الحضانات وبهالبرنامج الحضانة تحصل على شهادة سنوية يلي بتتم بعد ما الحضانة تقوم بعمليات تقييم دورية بتقوم فيها شركتنا للحضانة يلي بتشمل جميع أنحاء موضوع السلامة العامة بقلب الحضانة، كذلك تدريب الموظفين لدى الحضانة على النظام السليم بسلامة الغذاء، بالصحة العامة، بالسلامة العامة، بطريقة الحفاظ على الأطفال وتجنب الحوادث اللي بتصيب الأطفال. كما يشمل هالبرنامج موضوع التعقيم للحضانة اللي هو أساسي جدا بهالمجال، تعقيم ضد الجراثيم اللي هي بتنقل الأمراض بين الأطفال. بدعم من جمعية نساء جبل عامل ويلي تعنى بخدمة المجتمع المدني وتحسينه، تم تجهيز مدرسة التمريض والعلوم المخبرية بكفر حتى بعيادات لطب الأسنان والعيون مجانا للأطفال وبأسعار رمزية للكبار. كل التفاصيل بهالتقرير. افتتحت جمعية نساء جبل عامل من ضمن مركز التمريض التابع لها عيادات متخصصة للولاد لسن ال 14 مجاني والباقي أسعار رمزية لتساعد المنطقة والناس اللي بحاجة لمساعدات مرضية. العيادة كتير مجهزة بطريقة كتير حديثة بأحدث المعدات، فعم نفحص نحن هون الأطفال والناس بمعاينات مجانية تقريبا وأسعار كتير رخيصة مش أكتر، وهذا تقدم لكل الناس وللفقراء بهالمنطقة الفقيرة. يعني والله هون نحن جمعية فتحوها من جديد، جمعية نساء جبل عامل، وبقدموا فيها احسن يعني احسن المواد الطبيه وكل التجهيزات من احسن التجهيزات، هن قدموها لهالمنطقه وحابين يساعدوا اهل المنطقه. نحن عندنا هون للاطفال لعمر 9 سنوات المجاني،
والباقي انه شغله رمزيه، بياخذوا شغلات رمزيه، ما بياخذوا يعني ما صار شيء رمزي. قررت الجمعية تضيف عليه عيادات متخصصة للأولاد لسن 14 سنة مجانية، والباقي أسعار رمزية كتير كتير ضئيلة يعني شبه مجاني، ومنتأمل أنه يساعد المنطقة ويساعد المجموعات اللي منها قادرة تدفع معاينة يحسها على أنها تروح تتابع صحتها وتستفيد من هالتقدمة اللي بتقدمها جمعية نساء جبل عام. أخبار وأحداث كتير عم بتصير ببيروت بعد الإعلان. بمناسبة اختتام حملة بطاقات فيزا، دعا بنك سوسيتي جنرال بلبنان لحضور حفل تسليم سيارتين أودي للفائزين بالسحب. هالحفل صار ببنك سوسيتي جنرال فرع سن الفيل وضم عدد من رجال الأعمال والفائزين. بمناسبة اختتام حملة بطاقات فيزا، دعا بنك سوسيتي جنرال بلبنان لحضور حفل تسليم سيارتي أودي للفائزين بالسحب، والحدث صار ببنك سوسيتي جنرال فرع سن الفيل. اليوم لحتى نختتم مع SJBL بنك حملة انطلقت بديسمبر ودامت لثلاث شهور عن كل الفيزا كارد تبع SJBL، استخدامهم محليا وعالميا، وطبعا كان في هدايا موزعة لفايزين يلي هن عبارة عن سيارتين أودي مقدمين من البنك. واليوم نحن نحتفل مع SJBL اختتام هالحملة الناجحة جدا. هو الحقيقة أنا بآمن بكل تعاون، يعني عمليا ما في لا فيزا لوحدة بتقدر تشتغل ولا البنوك لوحدهم بيقدروا يشتغلوا، إذا في تعاون بوصلوا لهيك نتيجة. وهيدي العملية تشجيع كمان للزبائن اللي مهمين بالنسبة لنا، لأن كل زبون عندنا مهم، وبالتالي عم نشجعهم لحتى استعمال الفيزا لمنفعة SJBL والزبون والفيزا.
عيادة الدكتور عودة للطب التجميلي ويلي بتشكل نقلة نوعية بعالم التجميل والعلاجات. الافتتاح صار ببدارو، أما العلاجات فبتعتمد على الطرق البعيدة عن العمليات. كل الأجواء بهالتقرير. افتتح الدكتور عودة مؤخرا عيادته أودي استاتيكس ببادارو بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والاجتماعية، حيث بتقدم عيادة الدكتور عودة علاجات وإجراءات تجميلية متقدمة مثل علاجات الليزر لمحو البقع الداكنة والعروق الصغيرة البارزة والوردية ولمداوات ترقق الجلد وللحد من السيلوليت وغيرهم من الأمور التجميلية يلي تعني كل سيدة. نفتتح اليوم عيادة الجديدة ببدارو، وهالعيادة فيهم يستفيدوا منها كل المواطنين اللبنانيين والأجانب، ومنقدم كافة الطلبات للجراحة التجميلية الأب تو داي. العيادة مخصصة بالجراحة التجميلية وبتقدم آخر تقنيات بالليزر للتجاعيد للبقع البنية وللشرايين الصغار العنكبوتية، وكمان أكيد لإزالة الشعر، وكلها تحت إشراف طبيب وأطباء. أجندا رح يكمل معكم ولكن بعد البريك. لأنه الحب كما الحياة بيحتاج لقلب، ولأنه القلب بيحتاج لمجتمع مساند بيدعمه لينبض، اجتمع 7 من نجوم الفن والإعلام حول حكايات وشعر لكاتبة قصص الأطفال رانيا زغير ليقرأوا وليغنوا لإلنا بلغتنا العربية الأم من أجل إنقاذ أطفال مصابين بمرض خلقي بالقلب. هالقصص سجلت على سي دي أطلق بمكتبة رياض نصار بالجامعة اللبنانية الأمريكية LAU. من سمسم وثوم. رن رن يا جرس هو اسم هيدي المغامرة، هذا منه مشروع، ما بحب كلمة مشروع لأنه كتير مؤسستية. هيدي المغامرة اللي أطلتنيها لتدعم صندوق بريف هارت، بيشارك في عبارة عن سي دي من 12 تراك، واحدة منهم غنية، وال11 الباقيين هن قصص من أنا مألفتهم مقروئين مع مصاحبة موسيقية بأصوات النجوم، بولا يعقوبيان، تانيا عوض غرة، زملائكم بالفيوتشر، زهي وهبي، نيشان، سلام الزعتري، ونطلع لنشوف مايك ماسي اللي هو المسؤول عن كل الهوية الموسيقية السماعية تبع السي دي، ووسام دلاتي من الحشك بالشك شو. فشاركوا معنا، كانوا هن أبطال هيدي المغامرة، وأنا كتير كتير سعيدة وكتير ممنونة إلون، بحبون كتير، قد ما أقول بحبكن بعد أكتر، يعني ياريت عندي كلمات بتعبر أكتر. قلب كبير، قلب صغير، قلب مربع مستطيل، قلب الأذكياء
أكيد هو دعم بكل معنى الكلمة. هذا المشروع قامت فيه رانيا صغير وإجت طرحته علينا قدمت لنا إياه وعم بتقدم لنا 50% من أرباح المشروع لتساعدنا بعمليات الأولاد اللي عندهم مشاكل بقلبهم. فكيف نحن ما رح نتلقى هيك مشروع إلا بكل رحابة صدر أكيد ومحبة وشكر حقيقة لكل الفنانين اللي شاركوا بهالمشروع، لرانيا على فكرتها، على متابعتها، على كل الجهد اللي حطته. عم نشجع الثقافة، عم نشتغل مع الأولاد، وخلاصة رح نقدر إن شاء الله ننقذ حياة ولد أو ولدين من وراء هالمشروع. قلب كبير قلب صغير قلب كبير. هلا انا يعني ممثل مسرحي كنت اشغل كثير مع قصص للاطفال، وكنت نقي كثير الامور يلي انا اتدخل فيها، وهذا العمل كثير شجعني وكثير رائع لانه شدني. انا كثير بحب القراءه باللغه العربيه، وكثير حبيت فكره كمان دعم بريف هارت من خلال هذا العمل، وبالنهايه كمان رجع احيا الطفل اللي بقلبي انا موجود يلي دائما نحن بحاجة لقاله لحتى نضلنا قراب من الإنسانية طبعاً. الحلو بهالمشروع هو إنه ضربنا عصفورين بحجر، رح نفرح قلب أولاد مريضة رح تعمل عمليات، ورح نفرح قلب أولاد بقراءة قصص عربية مجنونة خوطة مهضومة، ويعني رح يكونوا اثنين مبسوطين. المساعدة يعني إذا ما منساعد بعضنا ما منكون مجتمع، طبيعي نحن نساعد بعضنا لأنه نحن مجتمع إذا بدنا نبني مجتمع. أما القراءة العربية فهيدا عايزينه لكل أولادنا، عايزينه بكل المدارس، عايزينه لكل الأطفال. فأنا مش بس مبسوطة، أنا فخورة أني شاركت بهيك عمل. تعرفي هذا أكبر فرح إلي اليوم، لأنه الجامعة قلبها مفتوح، قلبها مفتوح للمجتمع، وأنا دايماً بقول في صلب المجتمع هني أولادنا اللي أحسن كنز بالعالم، ولازم دايماً نفتح قلوبنا لأولادنا لأنه هني مستقبلنا، وهني دايماً بحاجة لعطف وحب، حب حقيقي. وهذا الشيء هذا بنفتخر فيه هون بالجامعة، لأنه دايما قلبنا مفتوح لمساعدة الجميع. والأوكيجن هيدي اليوم فرحة كبيرة إلي شخصيا وللجامعة. القصة اللي رح أقرأها بتحكي عن شيء كتير طيب ناكله بالصيف، البحب بوزة على شوكولا يرفع أصبعين لفوق، بوزة على فريز يرفع 3 أصابع لفوق، بوزة على حامض يرفع 5 أصابع لفوق، بوزة مشكلة على كل شيء 10 أصابع لفوق. بمناسبة العيد الثاني لفوكس سينماز أقيم حفل كوكتيل لهالمناسبة بحضور عدد من الشخصيات والوجوه الاجتماعية. تلا لقاء عرض أول لفيلم فاست أند فيوريوس 7 وكل الأجواء بهالتقرير. اثنين مش مجرد رقم بالنسبة لفوكس سينما لبنان، بل إن مناسبة متميزة للاحتفال مع كل محبي السينما ببيروت سيتي سنتر بالعيد الثاني مع العرض الأول لفاست أند فيوريوس 7. صار لها فوكس سينما سنتين استابلشت بلبنان، والنجاح اللي حققته فوكس نجاح كتير مهم، لأنه خاصة لدعمكم لألنا ودعم الصحافة اللبنانية لألنا والخليجية وطبع كل المنطقة الشرق الأوسط.
فوكس سينما انطلق من سنتين واليوم عم بحقق نجاحات كتير حلوة. ليدر فوكس سينما بلبنان وبالشرق الأوسط كله. حبينا نعيد هالانيفرساري سنتين معكم تنتشكركم على دعمكم لنا ونعمل احتفال صغير مع بعضنا. مارك شو راح يتضمن هيك اليوم اذا بدنا نقول هالانيفرساري يعني شو راح يكون فيه؟ شو راح في فيلم مثل ما شفت؟ ايه عاملين كوكتيل كثير حلو وعاملين الكوكتيل كله معمول بالكيتشنز تبع فوكس سينماز مثل ما هلا راح تشوفي شيء كويزين رائعه. بعدين عاملين افون بريمير لفيلم اسمه فاست اند فيوريوس، هذا فيلم كثير مشهور اكيد كثير ناس ناطرينه وبندعيكم ندعي كل المشاهدين يجوا يحضروه بفوكس سينما. عشر قطعة أساس قديمة بتملكها جمعية أندويخ للصم تم عرضها بجاليري فرا ديزاينز بالمكلس، ومن بعد ما تولى مجموعة من طلاب المعهد تجديدها بدعم من شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للاتصالات وبالتعاون مع الجمعية يلي أعادت تصميمها وتحديثها ويلي بتندرج بإطار برنامج ألفا من أجل المسؤولية الاجتماعية ويلي بتهدف لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. أقامت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للاتصالات وبالتعاون مع جمعية الأب ندويخ للصم معرض تحت عنوان رينوفي نو باجوتي بجاليري فرا ديزاين بالمكلس، خصص لعرض 18 قطعة أساس قديمة بتملكها الجمعية وتولت تلاميذ الجمعية إعادة تصميمها وتحديثها، وبتجه المبادرة الجديدة ضمن برنامج ألفا من أجل الحياة. نحن موجودين اليوم بجاليري فرا لنعرض الأشغال الأولادية اللي انعملت بخلال فترة 3 أشهر، جددوا الأشياء الطاولات والكراسي وكل شيء موبل عتيق، وهذا المشروع انعمل بمساعدة شركة ألفا. الجمعية هي للصم بتدرس عنا من الحضانة للبروفي، منقدم فحص البروفي بفحص الأوفيسيال بالبروفي ومنهتم فيهم.
وصل لختام حلقة أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الفنية الثقافية والاجتماعية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي futuretvnetwork.com، وأيضا فيكم تعملوا لايك لأجندة on Future TV. وبودعكم وبقلكم باي.